تحديدا امريكا اللاتينيه 21 دوله او اكتر بيتكلموا اللغه الاسبانيه، وتحديدا امريكا اللاتينيه كل يوم بنلاقي سائحين من دول احنا ما نعرفهاش. ايوه. منين؟ لاتين امريكا. طب جيت ازاي يا عم؟ ده انا سافرت كده ورحت كده وجيت كده وطلعت كده ووصلت لكم في الاخر. ولا يا لها من يعني من روعه واعجاب، واقف قدام الهرم او معبد الكرنك وبيكلمك مثلا. شيء رائع جدا جدا. اذا احنا النهارده العقبتين اللي كانوا قدام السياحه المصريه صعبين جدا في الخارج، الاولى الفيزا، الثانيه الطيران.